بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 61 بعد 162. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله جميع أوقاتكم بكل خير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نحييكم في حلقة جديدة من برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في البداية، السلام عليكم يا شيخ صالح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. هذه رسالة من أحد الأخوة، ويبدو أنه من الشباب، يرغب من فضيلتكم الحديث عن المغالاة في المهور، حيث أن الشباب في هذا الوقت لا يستطيعون الزواج بهذا السبب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالمهر لا بد منه، حتى لو لم يذكر ولم يقدر فإنه يفرض لها مهر مثلها، فهو لا بد منه. قال الله جل وعلا: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فهو حق للمرأة، حق للمرأة، يجب على الزوج ويستحب تيسيره ولا يبالغ فيه. تكره المبالغة في الصداق، أن يصل إلى مبالغ باهظة أو تكاليف شاقة، لأن هذا يشق على الأزواج ويعرقل الزواج. والمطلوب تيسير الزواج والحث على الزواج والنهي عن كل ما يقف في سبيله. وليس المقصود من الزواج هو الحصول على المال، هذه متاجرة، إنما المقصود منه أعظم من هذا، وهو الزوجية الصالحة وذرية والسكن وغير ذلك من المقاصد العظيمة، وإعفاف كل من الزوجين بالآخر، هذا كله من مقاصد العظيمة في الزواج، وليس المقصود منه المتاجرة وأخذ الأموال. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل آخر يقول: حكم إجبار الوالد ابنته على الزواج. لا يجبر الوالد ابنته على الزواج إذا كانت بالغة، لا بد أن يأخذ إذنها. إن كانت ثيبا فلا بد أن تصرح بالجواب، تبدي رغبتها. أما إن كانت بكرا فيكفي أنها تصمت، فإذا صمتت فإن هذا دليل على رغبتها، لأن لو كان عندها مانع لصرحت بالامتناع. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذنها صماتها. لا بد من استئذان المزوجة البالغ بكرا كانت أو ثيبا. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل حفظكم الله أيضا عن: هل هناك تعارض في آيات التعدد؟ كيف تعارض؟ يعني يقول أنهم مثلا مثنى وثلاثة ورباع، وإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة. هذا لازم يعرف العدل، السائل لازم يعرف ما هو العدل المطلوب هنا. مطلوب العدل المستطاع، العدل المستطاع، وهو ما يتوفر فيه أربعة أمور: أولا النفقة للزوجة، ثانيا الكسوة للزوجة، ثالثا السكن للزوجة، رابعا المبيت عندها. إذا توفرت هذه الأربعة فإن هذه حقوق الزوجة على زوجها، وما زاد عليها فهو من باب التبرع. وأما قوله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فالمراد به العدل في المحبة. إنسان ما يستطيع أن يساوي بين زوجاته في المحبة، لأن المحبة بيد الله عز وجل والقلوب بيد الله، فلا يلزمه أن يحب كل واحدة مثل الأخرى، لكن لا يحيث مع التي يحبها أكثر، لا يحيث معها ويزودها على الأخريات في الحقوق. نعم. أحسن الله إليكم. مصطفى محمد مسلم مقيم في المملكة يقول: في الوقت الحاضر انتشر الحلف بغير الله، نرجو من فضيلة الشيخ التوجيه حول ذلك. نعم، ينهى عن الحلف بغير الله، ولا تطع كل حلاف مهين. كثرة الحلف تدل على الكذب، الذي يكثر من الأيمان يدل على كذب، وأيضا يدل على تساهله باليمين، أنها سهلة على لسانه. لا يكثر الحلف بالله عز وجل، ولا يحلف إلا عند الحاجة وهو صادق، أيضا يبر بيمينه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل آخر يقول: حفظكم الله، حكم سب الدين في حالة الغضب؟ يجوز سب الدين في أي حالة،
حرام، لكن في غير حالة الغضب يكون ردة عن الإسلام. وأما في حالة الغضب، الغضب الذي لا شعور معه، هذا هو الذي يعذر فيه. وأما الغضب الذي تصور ما يقول، فهذا لا يجوز له أن يسب الدين أو يطلق أو غير ذلك. الغضب على ثلاثة أقسام كما ذكر العلماء: غضب مستغلق لا يتصور ما يقول، هذا لا يؤاخذ. غضب مبادي، غضب في المبادي، هذا ما يسلم منه أحد ولا حكم له. غضب متوسط يتصور معه ما يقول ولكنه فوق المبادي، مثل المبادي، لا يجوز له أن يتلفظ بكلام محرم أو بطلاق أو بسب للدين، وهذا أشد، هذا ردة عن دين الإسلام. نعم، أحسن الله. هذا السائل محمد آدم مقيم في المملكة يقول: أرغب من فضيلة الشيخ شرح قوله تعالى: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. يعني إذا بينت الحق للناس، دعوت إليه وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر ولم يقبلوا، فلست مسؤولا عنهم، عليك بنفسك. ولا تقول الناس كلهم على هذا أو أنا بصير معهم أو ما أشبه ذلك وتسلي نفسك بهذا، عليك بنفسك. لكن هذا لا يعفيك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. أبو بكر رضي الله عنه يقول: يا أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتؤولونها على غير تأويلها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا. هذا لا يستطيع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله. نعم. سؤاله الأخير يقول حفظكم الله: ما المقصود بقول اختلاف العلماء رحمة؟ هذا خطأ وليس رحمة، يرى في حديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الرحمة في الاجتماع، قال الله جل وعلا: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، استثنى المرحومين الذين لم يختلفوا، إلا من رحم ربك يعني لم يختلفوا، هؤلاء هم المرحومون. وأما المختلفون فإنهم لا تتناولهم هذه الرحمة. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ صالح هذا يقول: كيف أوجه أو أنصح من يحتج بمن عليه بعض التقصير في دينه ودنياه بقوله: ربي يهديني بإذن الله؟ هذا يكون مذهب الجبرية، الله هداك وبين لك وأعطاك القدرة على التصرف وعلى الفعل وعلى الترك، الله هداك سبحانه وتعالى، فعليك أن تترك المحرم والمعاصي، هذا بمقدورك واختيارك واستطاعتك، والله هداك لهذا وأرشدك إليه. فإذا علم منك المحبة للخير أعانك ووفقك، وإذا علم منك النفرة عن الخير وبغض الطاعات فإن الله يعاقبك ويحرمك من الهداية، هداية التوفيق وهداية الاتباع. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل آخر محمد صالح من جدة يقول: كيف يتخلص الإنسان من قسوة القلب؟ ذكر الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم بالغيب ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذكر الله يلين القلوب ويلين الجلود. نعم. أحسن الله إليكم. انتقل إلى السائلة أم عاصم من الرياض، تقول: كثيرا ما أدعو الله سبحانه وتعالى بأمور خاصة لي، ولكنني حتى الآن لم أرى ذلك شيئا في حياتي. ليس ذلك بشرط في مشروعية الدعاء، ادعو ولو لم تعجل دعوتك، لا تيأس من رحمة الله، وربما يكون تأخير الإجابة من مصلحتك، والله يعلم وأنت لا تعلم. فلا تقل: دعوت ودعوت ولم يستجب لي، تترك الدعاء. هذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فادعو ولا تيأس ولا تقنط من رحمة الله، ولا تدري لعل أصلح في التأخير، الله يعلم وأنت لا تعلم. وكذلك لا يكون عندك توقف عن الدعاء أو قنوط من الإجابة، وأيضا ربما يكون عدم الإجابة من قبلك بسببك أنت، ذلك بأن تدعو وأنت غافل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب الدعاء من قلب غافل لاهن. أدعو وأنت حاضر القلب موقنا بالإجابة من الله سبحانه وتعالى، هذا سبب من قبلك أنت منع الإجابة. أو أشد من هذا أكل الحرام، الذي يأكل الحرام ويتغذى به ويشربه ويلبس حرام، هذا لا يستجيب الله دعاءه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول: بارك الله فيكم، نرغب من فضيلة الشيخ توجيه كلمة لمن يتأخر في توزيع الإرث مما سبب مشكلات عائلية وأسرية. يجب المبادرة بإعطاء الناس حقوقهم، ولكن
إذا كان التأخير لسبب يقتضي ذلك يؤخر بقدر الضرورة، وأما أن تحبس الحقوق عن أصحابها هذا ظلم ولا يجوز. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، ما حكم من يسعى في نشر الشائعات بين الناس؟ هذا آثم، الذين يحبون أن تشيع الفاحشة بالذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والواجب الستر، ستر المسيئين مع مناصحتهم وتذكيرهم مع الستر، من ستر مسلم ستره الله الدنيا والآخرة. نعم. أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات تقول: ما حكم الدعاء على الأبناء وخاصة في حال الغضب؟ لا يجوز الدعاء على مسلم ولا سيما الأبناء، وفي حال الغضب يملك المسلم لسانه ولا يدعو، خصوصا على أولاده، لئلا يصادف وقت إجابة كما في الحديث، فعليه أن لا يدعو على أولاده بل يدعو لهم بالصلاح والخير. نعم. أحسن الله إليكم. هذه إن بدر تقول: إذا وافق الزوج على شرط من الشروط ولم يفي به بعد فترة من الزمن بظروف معينة، فما الحكم؟ هذا يرجع فيه إلى القاضي، ترفع أمره إلى القاضي وتشتكيه، القاضي ينظر لعله معذور أو له سبب. أما إذا لم يكن هناك سبب فلا يجوز للزوج، المسلمون على شروطهم يجب الوفاء بالشروط، والحديث إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الخروج، هذا حق للزوجة على زوجها، فإذا مانع من غير عذر لها أن ترفع بشأنه إلى الحاكم لينصفها منه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا شاب أجمع مالا للزواج من المكافآت ومما يأتيني من الآخرين، وحالتي متوسطة جدا، هل على هذا المال زكاة، وهل أنا أستحق أيضا الزكاة؟ نعم، هذا المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول تجب فيه الزكاة لأي غرض تريده، تريد للزواج، للبناء، بناء السكن أو غير ذلك، لأي غرض تريده تدخره للحاجة المستقبلة فإن فيه الزكاة، لأن الزكاة حق في هذا المال توافرت فيه الشروط يجب عليك إخراجها. وأما استحقاقك للزكاة إذا كنت من الفقراء فأنت من أهل الزكاة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. هذا السائل يقول: ما هو الضابط الشرعي في حال البرد الشديد للصلاة؟ هل يلزمني أو يجب علي أن أصلي في البيت؟ يجب عليك أن تصلي في المسجد إلا إذا عجزت، صار عليك خوف من الطريق أو من شدة البرد، أن تصاب بمرض أو بآفة، حينئذ تصلي في البيت لأنك معذور. أما ما دمت تستطيع الحضور مع المشقة المتحملة يجب عليك الحضور. عبد الله الشهري من أبها يقول: هل هناك حل فيما يحصل في العزاء هذه الأيام من إسراف في الولائم، حيث أن هناك ينقصون 3 أيام لدى أهل الميت ويتركون أعمالهم وأهلهم؟ نعم، الحل في النصيحة، ينصح ويبين لهم وتوزع عليهم الفتاوى الصادرة من اللجنة الدائمة في منع هذه المظاهر التي تفشت في الناس اليوم، كلفتهم أموالا وأوقاتا، وأكثرهم يكره هذا لكن إنه مجبر. عليكم أن توزعوا عليهم فتاوى أهل العلم، وعلى خطباء الجوامع كذلك أن يبينوا للناس في خطبة الجمعة أن هذه الحفلات في الزواج الباهظة تكاليف أنها لا تجوز. وأيضا على ولاة الأمور بعد البيان والمناصحة، على ولاة الأمور أن يمنعوهم من هذا. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل العم يرث مع أولاد أو عيال أخي؟ لا، يحجبونه، إذا كانوا ذكورا يحجبونه ولا يرث معه. نعم. إذا كانت الصلاة في الحرم المدني مضاعفة، هل الصدقة أيضا مضاعفة؟ النص ورد في الصلاة ويعم هذا أيضا، الطاعات كلها يرجى أن تضاعف. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: من لعن والديه واستغفر فهل عليه شيء؟ عليه أن يستسمح منهما مع الاستغفار والتوبة، عليه أن يطلب منهم المسامحة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا محمد صالح يقول: عقد قراني على إحدى البنات وأنا أريد أن أتحدث معها إما بهاتف أو بحضور أهلها، فما الحكم؟ لا بأس بذلك، المحادثة معها في أمور تهمكم شؤون الزواج، التفاهم لا بأس بذلك. نعم. هذه إحدى الأخوات تقول: ما هو الأجر والثواب عند الاستماع للقرآن، وهل الأفضل الاستماع أم القراءة؟ القراءة أفضل، إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا
فاستمعوا لعلكم ترحمون. القراءة أفضل من الاستماع، والاستماع فيه أجر أيضا لأن الله أمر به ووعد بالرحمة عليه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل حفظكم الله أبو فواز من الطائف، يقول الصناديق العائلية التي تجمع فيها الأموال هل عليها زكاة؟ إذا كانت لا تستثمر للناس الذين جمعوها لا يستثمرون ولا يعود عليهم منها ربح، وإنما يريدون الأجر والثواب، هذه لا زكاة فيها لأن مصرفها مصرف الزكاة. وأما التي تستثمر للمساهمين فهذه تجارية، هي الزكاة في رأس المال وفي الربح. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خير الجزاء وجعل ذلك في موازين حسناتكم. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وناتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وفي الختام هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.